سيطرت فاستلبت العقول وصار الإنسان آلة. يقين غاب وباطل بالزيف يحيا وتفاهات بالقهر تتوارى وبيت غاب لسبب أو لآخر والمؤنسات الغاليات صرنا في نظر الموقورين سلعة والقوارير فواتير ونفس تدثرت رداء حب زائف مكذوب تأثرت بفقاهة عصر اختلطت فيه المفاهيم الرغبة صارت حبا والقتل لأجله انتصارا والانتقام شجاعة والبغضة على قيم المجتمع تسمى حرية مكفولة ومن هذا الرحم ولد جنينا مشوها وقود الأمة صار حفظها بات النشو ضحية قدوة مشوهة وثقافات هذا هو حالها ومن فرط شيوعه واعتباره من قبيل كثيرين كشفا للواقع زين لهم فرأوه حسنا فكان جرم اليوم له نتاجا أفتذهب نفسنا عليهم حسرات إن هذا الخلل إن لم نأخذ على أيدي الموتورين ومروجين استفحل ضرر وعز التقاء شر واتسع الرق على الرادق ولكل ما تقدم تطلق المحكمة صيحة يا كل فئات المجتمع لا بد من وقفة يا كل من يقدر على فعل شيء هلموا اعقدوا محكمة صلح كبرى بين قوى الإنسان المتباينة لننمي فيه أجمل ما فيه أعيد النشأ الملتوي إلى حظيرة الإنسانية علموهم أن الحب قرين السلام قرين السكينة والأمان لا يمتنع أبدا بالقتل وسفك الدماء أن الحب ريح من الجنة وليس وهجا من الجحيم لا تشوه القدوة في معناها فتنحل الأخلاق عظموها تنهض الأمة هكذا يكون التناول بالتربية بالموعظة الحسنة بالثقافة بالفنون بمنهج تكون الوسطية وسيلة والتسامح صفة والرشد غاية وإلى الآباء والأمهات نقول لا تضيعوا من تعولون صاحبوهم ناقشوهم غوصوا في تفكيرهم لا تتركوهم لأوهامهم اغرسوا فيهم القيم وإلى القاتل نقول جئت بفعل خسيس هز أرضا أبية أسرت لويس أبردت دما طاهرا بطعنات غدر جريئة ذبحت الإنسانية كلها يوم أن ذبحت ضحية بريئة إن مثلك كمثل نبت سام في أرض طيبة كلما عاجله القمر قبل أن يمتد كان خيرا للناس وللأرض التي نبت فيها ونعود إلى الدرس.